في مدار الغد عبر شاشة الغد. سيد نوفل، يعني ما أصعب النقاط التي ضربها الزلزال وحتى الآن طواقم الإنقاذ، الطواقم الطبية تتصعب من الوصول إليها؟ أولا لابد من ترحم على ضحايا الزلزال الله يرحمه والمتمنيين العاجلة بالشفاء للجرحى، وأن لا يكون هناك ضحايا آخرين. نتمنى الشفاء العاجل للجرحى. فيما يتعلق بالزلزال والنقط التي ضربها الزلزال، هو معلوم على أنه حسب البلاغات الرسمية وكذلك حسب الإفادات المدنية الصادرة من عين المكان، وأن الأمر يتعلق بزلزال ضرب جهة الحوز مراكش، وكانت له عدة ارتدادات على مستوى الحوز وعلى مستوى العديد من المدن القريبة من إقليم الحوز، ومن إقليم مراكش على مستوى هذه الجهة. الزلزال كما هو معلوم حسب المعطيات الرسمية خلف أكثر من 2000 شهيد وحوالي 2000 كذلك من الجرحى الذين يتم إسعافهم حاليا سواء بعين المكان أو الذين تم نقلهم من المستشفيات. أعتقد على أنه قوة الزلزال وكذلك فجائية هذا الزلزال وضربه لمناطق تعتبر مناطق نائية بعيدة عن المركز الحضري اللي هو مدينة مراكش، أعتقد أنه صعب نوعا ما من التدخل سواء كان تدخل رسمي أو كان تدخل لفعاليات مدنية من أجل الوصول لهذه النقاط لتقديم المساعدات ولتقديم المعونات، سواء كانت عبارة عن مواد غذائية للمنكوبي هذا الزلزال، خاصة من الأسر التي تتواجد حاليا في العراء ممن لم يتم نظرا لوعورة المنطقة الجغرافية نعم، ونظرا كذلك لحجم هذا الزلزال القوي. هناك اليوم صعوبة جدية وصعوبة واقعية للوصول إلى هؤلاء. اليوم حسب المعطيات المتوفرة اليوم هناك محاولات جدية من طرف مختلف مؤسسات الدولة التي تعبأت بعد اجتماع الذي يعني نظمه يوم أمس العاهل بلا جلالة الملك. هناك تعبئة محلية لمختلف المؤسسات المحلية خاصة على مستوى السلطات، بالتالي أعتقد على أنه الساعات المقبلة قد تؤدي إلى نوع من الانفجار الانفراج عفوا، من أجل الوصول لباقي الضحايا، من أجل الوصول لهؤلاء نعم، الضحايا وهم أحياء ممن هم تحت الأنقاض، وكذلك من أجل إسعاف المتبقين على الحياة أو المحاصرين سيد في نوفل، جبال هل هناك هذا الزلزال. إحصائية معينة وشبه أولية لأعداد المفقودين تحت الأنقاض حتى الآن؟ لا أعتقد على أنه حسب البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية اليوم هناك حديث عن الوفيات جراء هذا الزلزال، ثم هناك حديث عن الجرحى، لكن ليست هناك أي أرقام دقيقة يمكن الإدلاء بها على الصعيد على مستوى الإعلام حول المفقودين بين قوسين إنجاز التعبير، أو حول من الأشخاص الذين قد يكونون إلى الآن تحت الأنقاض. اليوم هناك معطيات تتعلق بالضحايا من الشهداء من الأموات، نعم، ثم كذلك من الجرحى، والأكيد على أنه مع تقدم الإنقاذ ومع تقدم عملية الإسعاف ومع تقدم التدخل سواء تعلق الأمر بأفراد الوقاية المدنية أو تعلق الأمر بالجيش أو تعلق الأمر بمختلف الأفراد القوات العمومية، أعتقد على أنه ستكون هناك معطيات تتجدد نعم، متعلقة بالجرحى ومتعلقة كذلك بحالات الإنقاذ التي قد تتم، ولا نتمنى أن هناك شهداء ولا نتمنى أن يكون هناك موتى آخرين مستقبلا.